ده بياخدنا لحاجة مهمة جدا، ان الهرم هرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة كرة كومي. النهاردة معنا حدث غريب جدا فكاهي بيحصل في كل الاحتفالات، لكن بما ان هو حصل عندنا في مصر فهو حدث فكاهي بحت. انتوا عارفين ان حفلة افتتاح بطولة افريقيا 2019 هتبقى النهاردة، وطبعا عارفين ان في مجسمات كتيرة جدا، تماثيل واهرامات وكده. ده بياخدنا لحاجة مهمة جدا، ان الهرم هرب. مجسم الهرم اللي كان معمول عشان يظهر في احتفالية افتتاح بطولة افريقيا، الهواء الرياح الشديدة جدا حركته من مكانه ودخلته للملعب قبل اوان. خلونا نشوف ده بالتفصيل. سلام.